طيب، الاستغاثة على نوعين: استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، بمخلوق حاضر فيما يقدر عليه، هذه جائزة، يعني في شر قريب والمخلوق ده قادر يدفع عنك الشر القريب وهو حاضر، ده بجوز تستغيث به، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ده فيما يقدر عليه المخلوق. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق، أو الاستغاثة بميت أو بغائب ولو كان قادرا وهو قريب لكنه بعيد وغائب لا يسمعك وأنت تستغيث به، هذا من الشرك الأكبر. أما دعاء غير الله فهو شرك أكبر، أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك الأكبر. الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والدعاء: الدعاء أعم أشمل، ثم الاستعاذة ثم الاستغاثة. الاستغاثة في الغالب تكون في دفع ضرر قريب، يعني الضرر ده جاي وقرب، انت تقوم بتستغيث، غوث، طلب الغوث. الاستعاذة في طلب دفع ضرر أو شر قريب أو بعيد، قريب أو بعيد. الدعاء أشمل لأنه في دفع الضر وفي جلب شنو؟ الخير. نأخذ مثال للثلاثة: زول بيته بدأ يولع نار، دي هنا اسمها استغاثة، لو دار يدفع عنه الشر ده، البيت هذا قدامه. الاستعاذة تأتي بمعنى الاستغاثة إن كان المستعاذ منه ضرر قريب، وتأتي بمعنى أشمل إن كان المستعاذ منه ضرر بعيد، يعني معنى أعم. عشان كده أنت بتستعيذ بالله في الصلاة من أربع: من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم، المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات، عذاب القبر، الأربعة ذيل درجة في القرب والبعد واحدة ولا في تفاوت؟ جهنم بالنسبة للقبر أو بالنسبة للمسيح الدجال نوعا ما أبعد، نوعا ما. فتنة المحيا والممات بالنسبة للقبر نوعا ما أبعد، وبالنسبة لجهنم أشد بعدا، وهكذا. تستعيذ من الشر القريب والبعيد، أما الاستغاثة من الشيء من الشر القريب. الدعاء الاستعاذة والاستغاثة في الشر، الدعاء بيشمل دفع الشر وجلب شنو؟ جلب الخير. ده الفريق يا جماعه.